اللغة العربية، اللغة العربية تحت شعار الإنسان، اللغة العربية. العربية تنبع الخلود، تمد على الكون أغصانها. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يخلد العالم هذا اليوم 18 من ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، وهو احتفال باليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. وكما تعرفون اللغة العربية هي لغة أكبر كتلة حضارية على مستوى الكوكب، إذ تعتمدها 25 دولة في العالم لغة رسمية أو مشتركة. فهناك حوالي 467 مليون ناطق باللغة العربية حول العالم، ما يعني أنها رابع أو خامس لغات العالم بحسب التصنيف، تأتي بعد الصينية أو الماندارين والإنجليزية والهندية والأردية، الهندية الأردية والإسبانية بحسب بعض التصنيفات، ولكنها تصنيفات أخرى تتقدم على اللغة الإسبانية باعتبارها لغة رابعة. هي علاوة على ذلك من أكثر لغات العالم نموا وانتشارا، تتقدم في ذلك على الكثير من اللغات مثل اللغة الفرنسية واللغة الروسية. يسرني أن أكون بينكم اليوم لنخلد معا الذكرى 47 لاتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة لغة القرآن والبيان وأهل الجنان، لغة الإعجاز والإيجاز والمجاز، لغة رسمية على منابرها وفي مؤسساتها، والذكرى 9 لإقرار منظمة اليونسكو يوم 12 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار هذه السنة اللغة العربية والتواصل الحضاري. أيها السادة والسيدات، لم تكن هذه القرارات اعتباطية أو مجاملة، وإنما لما لهذه اللغة من تأثير وانتشار وثبات في المعاني ووفرة في المفردات وبلاغة في المضامين. لقد سادت اللغة العربية العالم بأزمنة مديدة وأماكن عديدة، فأصبحت لغة العلم والسياسة والأدب والفن، فضلا عن كونها لغة التواصل والعبادة والتجارة. لقد أثرت اللغة العربية أيما تأثير في كثير من اللغات والثقافات في جميع أجزاء العالم، فهي اليوم رابع لغة عالمية في ترتيب العشر السائدة بعد الصينية والهندية والإنجليزية. أيها الأخوة والأخوات، لقد كان لعلمائنا الفضل الكبير في تعليم ونشر اللغة العربية وتعليم الدين الحنيف في ربوع البلاد وفي المنطقة، وسبيلا إلى ذلك وتسهيلا لبلوغ مقاصدهم ابتكر مشايخنا من الفلان والصنك والولف تقنية تربوية متميزة تمثلت في ربط صوت ومخرج الحرف العربي بصور ورموز لغاتنا الوطنية، فسهلوا بجهدهم الميمون على أبنائنا تجاوز مرحلة التهجي وحفظ القرآن الكريم وعلوم اللغة ومتون الفقه وعلم الحديث، وهي تجربة لعمري حرية بالإحياء والتثمين. إخوتي الكرام، إنه عندما
تتفق كل السلط على أن اللغة العربية هي لسان أهل هذه الأرض، وأنها تمثل واجهة هويتنا الوطنية، وأنها عنصر موحد، وأنها للجميع وعلى ذات المسافة منا. إنما نتفق على مصير مشترك، وهو الاتفاق الذي بدأنا نلمسه واقعا، فلا تخلو أي لافتة من حروف لغتنا الجميلة. كما أن المصرين على الإساءة إلى اللغة العربية من خلال رطانتهم التي يملؤون بها بعض الميادين، بدأوا يدركون مستوى الاحتقار الذي ينظر به المجتمع إليهم، ويشعرون أنهم من أخطأ وساء بعد أن كانت رطانتهم رمزا للفتوة. إخوتي حماة اللسان العربي المبين، لا يخلو هذا الجو المانع من بعض المظاهر التي تمثل أقواسا قزحية قادرة على إفساد أي طل، لأن بعض المؤسسات المهمة تصر على مخاطبة المواطنين بلغة لا صلة لها بهذه الأرض، ولا صلة لهذه الأرض بتلك اللغة، وإن كانت هناك صلة فهي الاحتلال الذي أنجب هذا المسخ الذي لا يستحق الحفاظ والتقدير الذي توفره هذه المؤسسات من خلال علاقتها الوطيدة بلغة المحتل. إخوتي الأعزاء، يسرنا في المرصد الموريتاني للغة العربية وبهذه المناسبة الجليلة التذكير بالأمور التالية: 1- أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة الإسلام الأصلية، وبالتالي هي لغة العبادة لربع البشرية، حوالي 2 مليار نسمة في العالم. 2- إن اللغة العربية هي إحدى اللغات 6 الرسمية في الأمم المتحدة منذ 47 سنة. 3- تأتي اللغة العربية في الرتبة 4 أو 3 في ترتيب اللغات 10 الأولى في العالم. 4- تعتبر اللغة العربية في علم اللغة المسمى باللسانيات أغنى اللغات بالمفردات، حيث تشتمل على أكثر من 12 مليون كلمة دالة، وتليها الإنجليزية بأقل من 1 مليون كلمة واحدة، يعني أقل من 1 مليون، بينما اللغة العربية 12 مليون ونصف. 5- اللغة العربية أصيلة في هذه الربوع الشنقيطية منذ قدومها لغة للإسلام ولغة لانتشار نور الهداية بالقرآن الكريم الذي نزل بها، وذلك خلال القرون الأولى عندما جاء وزار عقبة بن نافع البلاد داخلا إليها وراجعا عن طريق الجزائر سنة 63 للهجرة على أرجح الأقوال، وتمكنت في زمن المرابطين، وازدهرت في القرون 10، 11، 12، 13، حيث أصبحت جواز سفر الموريتانيين إلى إفريقيا وإلى العالم العربي وإلى العالم. 6- كانت اللغة العربية لغة المجتمع الشنقيطي المسلم العربي الإفريقي، بها يتواصل وبها يؤلف وبها يراسل ويتراسل وبها يوثق بلغاته جميعا. 7- عندما جاء الاستعمار وعمل على بسط سيطرته على البلاد ثقافيا واقتصاديا، كما حاول جعل لغته وثقافته مكان لغتنا وثقافتنا العربية الإسلامية الإفريقية. 8- انبرى الوطنيون من أبناء هذا البلد للجهاد ومقاومة الاستعمار ثقافيا وعسكريا وسياسيا، حتى كان الاستقلال الذي احتفلنا بذكراه 61 قبل أيام قليلة لله الحمد. 9- وقد نص الدستور الموريتاني 1991 في مادته 6 على أن اللغات الوطنية وهي العربية
والكلارية والسنوكية والوظفية، وأن اللغة الرسمية هي اللغة العربية. عاشرا، أثبت التجارب التعليمي والتربية عندنا وعند غيرنا من العالم فشل كل تعليم بغير اللغة الأم، ومصداق ذلك نتائج التعليم عندنا بالفرنسية خلال 20 سنة الماضية، حيث كانت نسبة النجاح تتراوح ما بين 8% فقط و 9% خلال 20 سنة، أي أن 90% من شبابنا ضاع، وضياع الشباب هو ضياع البلاد. بناء على هذه المعطيات نطالب المعنيين بحماية الدستور التمكين للغتنا العربية بوصفها لغتنا الرسمية، وخاصة في التعليم والإدارة. إذا كان المجتمع الدولي يحيي يوم اللغة العربية باعتباره يوما عالميا للغة علم ولغة العديد من سكان هذا الكوكب، فإننا نحتفي به لأنه يوم للغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة، ولأن هذه اللغة بعمق دلالتها وقوة أساليبها وبديع معانيها وجمال صياغها تستحق الاحتفاء والتخليد. لقد استطاعت اللغة العربية أن تحتل ترتيبا متميزا بين لغات العالم، وأن تواصل تألقها داخل الميدان اللساني لما شكلته دقة قواعدها ووقع ألفاظها مبهرة بذلك الباحثين والدارسين. ويتأكد اليوم أنها من أقدر اللغات على الخلود وأكثرها تفاعلاً مع عمليات التوليد والتجدد اللسانيين وكل الحركات اللسانية التي كل الحركات اللسانية اليوم التي تعتبر اللغة كائناً حياً يحيا بغزارة العطاء العلمي للناطقين به ويموت بركود الحركة العلمية لديهم. لقد استطاعت اللغة العربية منذ افتتاحها على كل لغات العالمين خلال فترات العناق الحضاري الذي عرفته البشرية أن تمد كثيرا من اللغات بما أثرى بعض القواميس اللغوية والمعاجم، وبما برهن للمتخصصين على قدرتها على الاتصال، وما تزال مستمرة في رحلة العطاء والاتصال اللسانيين. أيها الإخوة الكرام، لقد حسم دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية موضوع اللغة وظلت رسمية، ولا شك أنكم تعلمون الأهمية والمكانة التي يوليها لها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني. أيها الإخوة الكرام، إننا أيا كان مستوى التفاعل داخل الحقل اللغوي وأيا كان تعاطي مختلف نشطاء هذا الحقل، سنظل نؤمن بأن كل اللغات الحية لغات علم وانفتاح، وأنها تستحق العناية والاحترام لما قدمته للبشرية في رحلتها العلمية، ولما تعين به الباحث في رفوف مكتبة البشرية. وسيكون تعاطينا مع هذه اللغات تعاطيا حضاريا يعكس ثراء ثقافة لغتنا ويودد علاقتها مع إيجابيات ذلك الانفتاح.